صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا في آخر درس في تاءات البزي في الدرس السابق، التي انفرد بها البزي عن ابن كثير في تشديده لتلك التاءات. وآخر ما مر بنا قول الناظم رحمه الله: وكنتم تمنون الذي ما تفكهون عنه على وجهين فافهم محصلا. وقد مررنا عليه، ولضيق الوقت لم نبين أن ذكر هذين اللفظين كما قاله المحقق ابن الجزري في نشره، تبعه على ذلك أصحاب التحريرات، أن هذا يعتبر خروج من طريق الشاطبي، لأنه لم يذكره أصل الكتاب وهو صاحب التيسير، ما ذكره ولا هي من طرقه، فلا يقرأ به، لا يقرأ للبزي عن ابن كثير بتشديد التاء في هاتين أو في هذين الموضعين، فهو كغيره، والله تعالى أعلم. فقد صورت هذا من كتاب النشر في القراءات العشر، إلا أنه يأخذ منا وقتا، فلذلك تستطيعون إليه أنتم، والكتاب مطبوع مشهور إن شاء الله. نرجع إلى درسنا السابق، حيث توقفنا عند قول الناظم رحمه الله بعدما انتهى من تاءات البزي: نعم ما معا في النون فتح كما شفا، وإخفاء كسر العين صيغ به حلا. تضمن هذا البيت مسألة تتعلق بكلمة قوله بهذه الكلمة من قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وكذلك في سورة النساء: إن الله نعم ما يعظكم به. واختلف القراء هنا على قراءات ثلاث، فمنهم من فتح النون وكسر العين فقرأ هكذا: فنعم ما هي، وهم ابن عامر وحمزة والكسائي المرموز لهم بقوله: كما شفا. وباقي القراء لم يفتحوا النون بل كسروا النون، والعين أصلا مكسور فنعم ما، إلا أنه هناك قراءة أخرى لأبي عامر وقالون وشعبة المرموز لهم بقوله: صيغ به حلا، فهم قرأوا بالكسر ولكن بكسر مخفي، أي بكسر مختلس، بكسرة غير كاملة، تدل على أن أصل العين هنا سكون وليس بكسر، وإنما كسرت من أجل التقاء الساكنين، لأن أصل الكلمة نعمة التحقت بها ما، نعمة ما، الأصل أن تكون نعمة ما، إن الله نعمة ما يأمركم به، ولكن لأنها رسمت في المصحف بميم واحدة، ولأنها لم تقرأ بالفصل وإنما قرأت بميم واحدة عند كل القراء، فصارت الميم مدغمة في ميم ما، ميم نعمة أدغمت في ميم ما، نعمة ما كانت صارت نعمة، فنقلت
فكسرت العين لتسكن الميم، لأن الميم من نعمة، إذا أردت أن تلغم في الميم الذي بعده يجب عليك أن تسكنه ويكون مشددا، والمشدد ساكن، فلئلا يجتمع ساكنان كسرت العين فصارت نعمة. فمن قرأ بالكسرة الخالصة الكسرة الكاملة فذهب إلى الاعتداد بذاك العارض، ومن قرأ بالاختلاس وهم أهل صيغ به حلا شعبة وأبو عمرو وقالون فإشارة إلى أن أصل العين هنا سكون. هذا وقد ورد وجه صحيح لقالون وأبي عمرو وشعبة بالإسكان، بإسكان العين سكونا كاملا مع تشدد الميم من نعمة، فيجتمع ساكنان. إن الله نعمة يعظكم به، وفيه التقاء الساكنين على غير حدهما، التقاء الساكنين على غير حدهما فيه كلفة، إلا أنه وجه صحيح مقروء به، وإن أباه النحويون ورفضوا، ولكن رفضهم ذاك منبوذ متروك، والمعول عليه ما نقل نقلا صحيحا تواترا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام العلامة أبو عبيد القاسم، القاسم بن سلام رحمه الله، أن الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح جاء بهذا اللفظ، أي بالإسكان نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولكن القرآن أثبت، طبعا هو ذكر أن ذلك ثابت، وهكذا قال روى الرواة من أهل الحديث بإسكان العين والميم مشددة، فكذلك ها هنا في القرآن، فاختار قراءة السكون. صاحبنا أبو شامة الشارح للشاطبية كما مر بنا مرارا يجنح دائما إلى آراء أهل النحو واللغة، ويميل إلى يعني تعاليلهم اللغوية، فذكر افتراضا يعني غير سائغ يعني حقيقة، قال أن الذين نقلوا الإسكان سمعوا الاختلاس فظنوا أنه إسكان يعني، ولكن هذا فيه يعني تجنن على الأئمة الأعلام الذين ما كانوا ينقلون إلا نقلا صحيحا ثابتا ودقيقا كل الدقة، فإن لم تكن الدقة والتحقق في أهل القرآن فعند من تكون؟ والله تعالى أعلم. خلاصة الكلام، أبو عمرو وشعبة وقالون لهم وجهان، وجه الاختلاس ووجه الإسكان. الاختلاس أن تقرأ بحركة بكسرة العين مخطوفة غير كاملة هكذا، إن تبدوا الصدقات فنعماهي، كمالها فنعماهي، اختلاسها إن تبدوا الصدقات فنعماهي، إن الله نعما يعظكم به، فيها الاختلاس. والسكون المحض لهم أيضا، إن الله نعما يعظكم به، إن تبدوا الصدقات فنعماهي، وباقي القراء بكسر العين والنون وكسرة كاملة، إن الله نعم ما يعظكم به، نعم ما يعظكم به، فنعم ما هي. نعم، عندك ابن عامر وحمزة والكسائي هؤلاء بفتح النون، فنعم ما هي، وطبعا هو كسر كاملة،
فنعم ما هي. طيب وأبو عمرو وقالون وشعبة بالاختلاس. فالمتبقون هنا من هم؟ ورش وحفص وابن كثير ومن ثاني فقط. هؤلاء يقرؤون بكسرة كاملة فنعم ما هي، كما قال في موضع آخر لا يتصل بهما نعم العبد إنه أواب. قال كلمتان كتبتا متصلتين والتقى المثلان، فأضغمت الميم في الميم، فاتفق القراء على الإضغام موافقة لخط المصحف، فإنهما كتبتا بميم واحدة، وهذا موضع اتفق عليه من باب الإضغام الكبير، موضع اتفق عليه لأن الميم من نعمة متحركة مفتوحة، وقد أضغمت في الميم من ما الداخلة عليها، وكان الأصل نعمة ما كما تقول بئس ما. ولما أريد الإضغام لم يمكن مع سكون العين قبلها فكسرت، فمن القراء من أشبع الكسر في الموضعين معا وهم ابن كثير وورش وحفص وكل من فتح النون، ومنهم من أخفى الكسرة واختلسه تنبيها على أن أصل هذه العين السكون، وهم أبو عمرو وقالون وأبو بكر. وما أحسن ما عبر به الناظم بقوله صيغ به حلا، وباقي القراء وهم ابن عامر وحمزة والكسائي فتحوا النون وكسروا العين، وهذه هي اللغة الأصلية في هذا الفعل، كحمد كحمد وعلم ونعم يعني. ثم سكن عينه تخفيفا لكثرة استعماله ونقلت كسرة العين إلى النون، فصارت هذه هي أفصح اللغات فيه. قال وقد ذكر بعض المصنفين في القراءات إسكان العين مع الإنغام، وذلك غير مستقيم في التحقيق، ونسبه صاحب التيسير إلى من حكى لهم من حكي لهم الإخفاء هنا، فقال قالون وأبو بكر وأبو عمرو بكسر النون وإخفاء حركة العين ويجوز إسكانها، وبذلك ورد النص عنهم. من يقول هذا؟ أبو عمرو الداني. والأول أقيس، قلت وهو الكلام لأبي شامة، ولم يعرج الناظم على هذه الرواية وترك ذكرها كما ترك ذكر نظيرها في لا تعد في السبت كما يأتي، وأصاب في ذلك. وبعدين ذكر بعض المعترضين على هذه القراءة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا فيما يتعلق بكلمة فنعم ما هي، فنعم ما هي، فنعم ما هي، فنعم ما هي. ويا ونكفر عن كرام وجزمه أتى شافيا والغير بالكسر وكلا. يا ونكفر، يا ونكفر عن كرام، عن قوم كرام. ها فين؟ والغير بالرفع وكلا. أنا قرأت شيئا آخر، لا حول ولا قوة إلا، هذا سهو. والغير بالرفع وكلا. ويا ونكفر عن كرام، المرموز لهم بعن كرام، وهما من؟ حفص المرموز له بالعين من عن، والكاف لابن عامر قرأوا بالياء، ويكفر عنكم من سيئاتكم. وجزمه أتى شافيا، جزم لفظ ويكفر أتى شافيا، يشفي من كل مرض ومن كل بلاء. الهمزة من أتى رمز من؟ نافع. وشافيا حمزة والكسائي ونافع قرأوا بالجزم، وهم ليسوا من أهل الياء، فصارت قراءتهم ونكفر. والغير بالرفع وكلا، غير هؤلاء أي غير أتى شافيا بما فيهم أصحاب الياء وكل لهم بالرفع. وقوله والغير بالرفع وكلا إكمال للبيت، ولم يكن له داع لذكرها، يعني ما كان يلزمه أن يذكر قراءة الغير، لأنه عندما قال يجزم، الجزم ضده الرفع. إذا قال اجزم ولم يقل اجزم
اجزم الخف أو اجزم الكذا، ترك الجزم فضده الرفع، الجزم ضده الرفع، ولكن مع ذلك زيادة بيان وإكمال للبيت، فباقي القراء ونكفر عنكم من سيئاتكم. فخلاصة الكلام أن في هذا اللفظ قراءات ثلاث، ابن عامر وحفص، ويكفر عنكم من سيئاتكم، نافع وحمزة والكسائي، ونكفر عنكم من سيئاتكم، باقي القراء ونكفر عنكم من سيئاتكم. ومن باقي القراء؟ أبو عمرو وابن كثير وشعبة عن عاصم فقط، هؤلاء قرأوا ونكفر عنكم من سيئاتكم. طبعا من قرأ بالجزم فإنه عطف على موضع فهو خير لكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأن موضعه جزم على جواب الشرط، إن تبدوا الصدقات فنعم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو موضع جزم، فهي عطف عليه، ونكفر عنكم من سيئاتكم. وهنا أنبه، من كان يقرأ بقراءة الجزم كنافع، يقرأ لنافع أو حمزة والكسائي، فلا يقف على ما قبله، لأنه معطوف على ما قبله، فلا يقرأ مثلا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، بعدين يقول ونكفر عنكم، لا، بل يصلها، فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم. ومن قرأ بالرفع سواء كان من أهل الياء أو من أهل النون فحسن له الابتداء، ونكفر عنكم من سيئاتكم. ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا. ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا. يحسب هذا اللفظ كسر السين حالة كونه مستقبلا، أي فعل مضارع مستقبل، سما هذا الكسر وارتفع رضاه، سما رضاه، سما أهل سما من هم؟ كرروا الرموز حتى لا تنسوا، نافع وابن كثير وابو عمرو، والراء رمز من؟ الكسائي. هؤلاء القراء الأربعة قرأوا بكسر السين من يحسب، وضده الفتح، باقي القراء بالفتح يحسب. وهنا أشار الناظم بقوله مستقبلا لإفادة العموم، يعني أينما ورد هذا اللفظ في كتاب الله طالما هو فعل مستقبل، ويحترز بذلك عن الماضي، مثل حسب، أفحسب الذين كفروا، أحسب الناس، تفضلوا مشايخ تفضلوا، أحسب الناس أن يتركوا، فهذا متفق على كسر السين فيه، وإنما الاختلاف في المستقبل، الفعل المستقبل. وفي هذا اللفظ هنا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف. ثم قال الشيخ ولم يلزم قياسا مؤصلا، وفيه فائدة لغوية صرفية أفادك الناظم رحمه الله، أن قراءة الكسر لم تلزم القياس، فقياس يحسب أن تكون يحسب بالفتح، لأن بنية فعل مضارعها يفعل، مثل علم يعلم وشرب يشرب، وقل ما شئت، أي كلمة تجدها فيما بعد في المضارع تكون مفتوحة. وخرج من ذاك القياس كلمات عدها الإمام ابن مالك في لامية الأفعال، قال وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت عن تنعم يئست تئس يبس وهلا،
والله من زمان حتى نسينا. فهذه الألفاظ التي ذكرها ابن مالك فيها الوجهان, حسب يحسب ويحسب, وغر يوغر ويغر. القياس والسماء, القياس والسماء, القياس حسب يحسب. السماء, ما هو السماء؟ السماع سمعت عند العرب. أي نعم 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 نعم, السماع قلت نعم. أي نعم. وهناك ألفاظ يعني تمحض فيها الكسر, قال وأفرد الكسر فيما من ورث ووري ولم ورخت مع ومقت على. هذه كلها بالاتفاق جاءت على خلاف القياس. ورث يرث, ما جاءت يورث أبدا. ولذلك أفادك لغويا في التصريف هنا أن الذين قرأوا بالكسر لم يلزموا القياس, وإنما القياس عند من قرأ بالفتح. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف, ولكنها لغة فصيحة أيضا. نعم. نعم. إذن خلاصة الكلام أن كلمة يحسب سواء كانت يحسب أو يحسبهم أو فلا تحسبن, بأي صيغة جاءت, اتصل بها ضمير أم لم يتصل, كسرها عند أهل سما نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي وحمزة وعاصم وابن عامر بفتح السين. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف, فلا تحسبن الذي فلا تحسبن الله مخلف وعده رسل إلى آخره. وقل فأذنوا بالمد واكسر فتى صفا وميسرة بالضم في السين أصلا. هنا ذكر طبعا قبل أن ندخل هذا البيت, ذكر الإمام أبو شامة قال اختار أبو عبيد قراءة الكسر, وذكر حديثا عن لقيط بن صبرة قال كنت وافد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فبينما نحن عنده إذ روح الراعي غنمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أولدت؟ قال بهمة. قال اذبح مكانها شاة. ثم قال لا تحسبن, ولم يقل لا تحسبن, أنا من أجلك ذبحناها. قال أبو عبيد بالكسر نقرأها في القرآن كله اختيارا لما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لغته واتباعا للفظه. والله تعالى أعلم. فاعتاض بهذا الحديث أو يعني قوي أو احتج بهذا الحديث على اختياره للكسر. وإذا سمعت مثل هؤلاء الأئمة الأعلام الاختيار فهذا أمر سائغ, أن تكون عنده القراءات من غير طعن في الأخرى يختار منها, يختار يقول أنا أختار هذه لأن الجمهور مثلا قرأ, ولأنها أقيس, ولأن ورد حديث يدل على أنها كانت لغة النبي صلى الله عليه وسلم, شيء من هذا اختيارات لا بأس بها. نعم نعم نعم. وليس معناها أن اختراع, لا لا يخترع شيئا. لا لا, أيضا لا يدل على الأرجحية. إن دل على الأرجحية فهي أرجحية عنده, هذا عند هذا الإمام يعني هو يقول هذا, لكن لا 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 يقول اخترت هذا. أكثر من يذكر الاختيار مكي بن أبي طالب في كشف العلل في القراءات السبع, دائما إذا ذكر القراءتين يعقب بهما يقول أختار وأنا أختار كذا. لماذا؟ وغالبا يختار القراءة اللي عليها أكثر القراء, قال لأن الجمهور قرأ كذا, واختار لأن كذا لغويا كذا, ولأنها أقرب إلى القياس كذا يعني. فهذا الاختيار ليس دليلا على الترجيح, ولا ترجيح بين القراءات أبدا, لا ترجح قراءة عن الأخرى, فكلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لقياس في القراءة مدخله فدونك ما فيه الرضا متكفلا. وقل فأذنوا بالمد واكسر فتنصفا وميسرة بالضم في السين أصلا.
وقل فأذنوا هذا اللفظ قوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله قله بالمد، ويقصد بالمد إثبات الألف بعد الهمزة، ويلزم منها أن تحرك الهمزة فآ بدل ب بدل ف فآ، واكسر الذال يعني فآذنوا فتنصفى فتنصفى قلبه. الفاء رمز من؟ والصاد شعبة عن عاصم وحمزة قرأوا هكذا بالمد مع كسر الذال. فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله، فآذنوا بحرب من الله ورسوله. وباقي القراء على ما قاله وتلفظ به فأذنوا بدون مد وبدون كسر، يعني الكسر ضده الفتح، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وطبعا هنا يقول الشارح أبو شامة وهو المتعمق في اصطلاح الناظم وتفسير الأبيات وتحليلها يقولها هنا: والعبارة مشكلة على من لا يعرف القراءة، إذ قد يفهم أن الكسر في الهمز، لأنه قال وقل فأذنوا بالمد واكسر، فيكون المد بعدها ياء، أو يريد بالمد الألف بعد الألف التي هي بدل من الهمزة الساكنة، ويكون الكسر في الذال فيلبسنا أو فيلبسنا ذلك على من لا يعرف، فيحتاج إلى 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 موقف أو موقف من يوقفه يعني. ولو قال ومد وحرك فأذنوا اكسر فتنصفاه لظهر الأمر. فقراءة حمزة وأبي بكر من الأعلام من الإعلام أي فأعلموا من وراءكم بحرب من الله، لأن آذن بمعنى أعلم. وقراءة الجماعة من أذن به أي علم به فهو أذين، أي كونوا على إذن بحرب من الله ورسوله. وميسرة بالضم في السين أصلا، المرموز له من همزة أصلا من هو؟ نافع، قرأ بضم السين في ميسرة في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وباقي القراء بفتحها إلى ميسرة. وقال الشيخ هما لغتان. كيف أي إشارة؟ قصدك بالإبدال؟ لا لا، هو هنا لا يتعرض للأصول، أن هذه مسألة أصولية، أفرد لها باب اسمه باب الهمز المفرد فذكر هناك، فلا يعيد أي شيء يتعلق بالأصول لا يعيدها مرة أخرى. يعني هنا نحن في باب فرش الحروف، فرش الحروف يذكر الكلمات اللي اختلف فيها القراء في مكانها، وليست قواعد مضطردة. أما القواعد المضطردة مثل إبدال الهمزات ومثل الإمالات ومثل كذا، فهو لا يتعرض لذكرها في باب فرش الحروف. بارك الله فيك. ميسرة وميسورة لغتان. قال الشارح أبو شامة رحمه الله: والفتح أفصح وأشهر وأقيس، وهي اختيار أبي عبيد وغيره. يعني هكذا يقول، يعني أنها أشهر في اللغة، وليس معناها ترجيح كذلك على قراءة نافع، لا، وإنما هي هكذا أشهر عند اللغة العربية أفصح. وتصدقوا خف النما ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. تصدقوا خف، خفف الصاد ولا تشددها، فقرأها كذا وأن تصدقوا
نما ذلك وزاد بركته. النون رمز من؟ عاصم. عاصم وحده يقرأ من بين القراء بتخفيف الصاد وأن تصدقوا خير لكم. باقي القراء يقرؤون بتشديد الصاد وأن تصدقوا خير لكم. والمعلوم أن التشديد إنما تولد من أجل إدغام إحدى التائين، لأن أصل الفعل تتصدقوا، تاء المضارعة وتاء الكلمة أصلا من التصدق. فمن قرأ بالتشديد أدغم التاء في الصاد وأن تصدقوا، ومن قرأ بالتخفيف وهو عاصم حذف إحدى التاءين تخفيفا، كما مر بنا أمثالها كثيرة يعني في كتاب الله. وأن تصدقوا خير لكم. ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ترجعون قل بضم أي في التاء، وقل بضم وفتح عن سوى ولد العلاء، ضم التاء. ترجعون قل بضم وفتح، نعم وهذا هكذا أحسن، ولكن ممكن تقرأ أيضا ترجعون. ترجعون أضمم التاء وافتح الجيمة، ترجعون عن سوى ولد العلاء. من ولد العلاء؟ أبو عمرو. أبو عمرو هو ولد العلاء، وقال ذلك في المقدمة هناك. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلاء، فهو ابن العلاء، فولد العلاء تعين له ضد التقييد. مكان الفتح في قوله ترجعون مكان الضم اجعل فتحا تر، ومكان الفتح في الجيم اجعل الكسر ترجعون، فسمى الفعل للبناء للمعلوم، والآخرون للمجهول. والمقصود واضح، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ترجعون أنتم بأنفسكم، ترجعون الله بيرجعكم إلى الله. الله أكبر. من من السلف الصالح سمعنا أنه أظن الحسن البصري رحمه الله حين سمع هذه الآية قال إنا لله وإنا إليه راجعون، كأني لم أسمعها إلا اليوم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أسأل الله أن يحسن رجوعنا إليه. وفي أن تضل الكسر فاز، وفي أن تضل الكسر فاز، وخففوا فتذكر حقا وارفع الرا فتعدلا. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل الكسر فاز، إشارة إلى يعني ظهور هذا الوجه ووضوحه حتى في الإعراب وفي التأويل. إن بدل أن، إن تضل، ولذلك قرأ بالرفع فيه فتذكر، سهرة القراءة واضحة جدا. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. واضحة جدا، إن تضل إحداهما فتنسى تذكرهما الأخرى، فتذكر إن تضل إحداهما فتذكر إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.
وليش تريدني فتذكره؟ ليش حمزة يقرأ فتذكر ولا فتذكر؟ فتذكر. يعني هو لو لأن السياق متواصل لو لم تقف حتى أيضا حسن. طيب من الشهداء إن تضل إحداهما فتذكر إحدى. أظن الوقف هنا سائق والله تعالى أعلم، لأن جملة مستأنفة وإن كان لها علاقة بما قبلها. يعني القوة لله جميعا وإن الله سيئا. نعم نعم نعم. فحمزة قرأ إن تضل بالكسر ثم قال وخففوا فتذكر حقا. ابن كثير وأبو عمرو قرأوا بالتخفيف في فتذكر. التخفيف هنا يقع على فين؟ على أي حرف؟ على الكاف. فتذكر إذا خففنا فجعلناه غير مثقل يلزم منه ماذا؟ إسكان ما قبله، إسكان ما قبله. فهذا مررنا به مرارا وقلنا هذه من المستلزمات. إن قال لك خفف في كلمة فيها حركات متتالية معناه سكن ما قبله. فتذكر إحداهما الأخرى يعني غالبا يعني فتذكر. وباقي القراء فتذكر. لكن قال وارفع الراء فتعدلا. ارفع الراء من فتذكر للمرموز له بالفاء وهو حمزة فتعدل، تعدل القراءة تكون عادلة لأنه مناسبة للكسر في إن تضل. فجاءت كلمة فتعدل حلوة جدا مناسبة. نعم. فحمزة يقرأ وحده فتذكر بالرفع وباقي القراء بالنصب فتذكر إحداهما الأخرى. باقي القراء أن تضل، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأن تضل هنا على قراءة الآخرين تعليلية، يعني تعليلية، من فتح فعل التعليل. يعني وامرأتان من فرجل وامرأتان من الشهداء أن تضل من أجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والله تعالى أعلم. طبعا حمزة له قراءة إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأبو عمرو وابن كثير أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى عند أبي عمرو طبعا وابن كثير معه ما عدا الإمالات وكذا. وباقي القراء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تجارة انصب رفعه في النساء ثوى وحاضرة معها هنا عاصم تلا. تجارة انصب رفعه، انصب الرفع في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة في سورة النساء. ثوى ذلك وأقام. الثاء رمز من؟ الكوفيون. قرأوا في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بنصب الرفع تعين للباقين الرفع. إلا أن تكون تجارة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال وحاضرة معها هنا عاصم تلا. وعاصم تلا بنصب تجارة معها حاضرة، لأن حاضرة صفة لها والصفة تتبع الموصوف. فعاصم قرأ بنصب حاضرة معها هنا في هذه السورة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. النصب اختص به عاصم بهذين اللفظين بالكلمتين معا. وباقي القراء بمن فيهم
حمزة والكسائي من الكوفيين في هذه الصورة بالرفع. قال ها فين؟ لا لا هنا تجارة معها حاضرة. تجارة معها حاضرة. يقول ونصب في التي في البقرة عاصم مع صفتها وهي حاضرة. فقوله وحاضرة معها أي وانصب حاضرة مع تجارة. ثم قال عاصم تلا ذلك. تقدير عاصم تلا حاضرة معها أي نصب. وأجاز الناظم معها هنا. قال فوجه النصب في الموضعين جعل كان ناقصا واسمها مضمر أي إلا أن تكون الأموال ذات تجارة لأن تكون تجارة حاضرة. ومن رفعها جعلها تامة فيرتفع ما بعدها وهو معروف. وقيل إنها أيضا هنا ناقصة والخبر تديرونها. ويجوز أن يقدر في النساء أي في سورة النساء هناك دائرة بينكم أو دائرة بينكم إلا أن تكون. والله تعالى أعلم. وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر ويغفر مع يعذب سما العلا. حق رهان حق هذا رمز من؟ ابن كثير وابو عامر. وأذكركم بما سبق لنا في المقدمة أن من اصطلاح الناظم اصطلاح الناظم أنه إذا كان الرمز لمجموعة رمزا كلميا هناك رمز حرفي لجماعة لا رمز كلمي والرمز الكلمي لا بد أن يكون لجماعة ما يكون لمفرد أبدا. فالرمز الكلمي إن شاء قدم على القراءة وإن شاء أخرها عن القراءة. فهنا مثلا قدم الرمز على اللفظ المختلف فيه من القرآن. الكلمة المختلف فيها هي رهان قدم الرمز فقال وحق رهان. وهذا ما لا يفعله مع الرموز الحرفية. إن كان الرمز حرفيا فالتزم أن لا يذكر الرمز الحرفي إلا بعد ذكر القرآن ذكر القراءة يعني ذكر الكلمة المختلف فيها. وهناك قال في المقدمة إيش؟ لا لا متى تنقضي آتيك لا قبلها ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلى من بعد ذكر الحرف المختلف فيه أسمي رجاله أي إن كان رمزا حرفيا سواء كان فردي ولا جماعة. أما الكلمي فقال وقبل وبعد حرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة. نعم حق رهان. كلمة رهان ضم كسر وفتحة وقصر. قرأ المرموز لهم بحق وهو ابن كثير وأبو عمرو لفظ رهان بالضم بضم الكسر. الراء مكسورة أضمها رو. وكذلك افتح ضم الفتحة أيضا رهان الها كانت مفتوحة ضمها كذلك. وأيضا احذف الألف قصر فصارت فروهن. ولما هذا التعب كله وهذا التقييد؟ حتى تأخذ أنت من هذا التقييد قراءة الآخرين. قراءة الآخرين ما هي؟ هو قال ضم كسر إذن ابق الكسرة كسرة. قال وفتحة أي ضم الفتحة فافتح الهاء صارت ريها. قال وقصر أي الألفة صارت رهان. شوف العجب هذا. يعني من نظر وتأمل إلى هذا النظم علم أنه لا يتأتى إلا لمن يعني أعطاه الله كرمة كرمة من كرمات الأولياء. والله شيء عجيب يعني رحمه الله ونفعنا بعلومه. فحمزة فأبو عمرو وابن كثير فروهن مقبوضة وباقي القراء فرهان مقبوضة. ها
لا ما كيف يعني؟ ورهان؟ الرهان تكون إيه يعني؟ رهان حتكون مفرد يعني؟ لا ما تكون شبه. يقول هنا وممكن كلامك صحيح لكن خلنا نقرأ الشارح. يقول يشير إلى أن رهن جمع رهان، رهن جمع رهان وهو قول الأكثر، ورهان جمع رهن وهو قياس جمعه كفرخ وفراخ، رهن ورهان، فرخ وفراخ، وبغل وبغال، وكبش وكباش. والرهن في الأصل مصدر ثم استعمل استعمال الكتاب، فكما يسمى المكتوب كتابا كذلك يسمى المرهون رهنا. وقيل رهن أيضا جمع رهن، رهن جمع رهن كسقف وسقف، وأما قوله فيغفر للآخرين. على كل حال هي رهان ورهن، فرهان مقبوضة فرهن مقبوضة، وكلاهما جمع، والأصل فيها كما قال أن المفرد منها رهن، رهن رهان أو رهن. رهان رهن من قرأ ابن كثير وأبو عمرو، باقي القراء قرأوا رهان. ويغفر مع يعذب سما العلا شذ الجزم، جاء الرمز مفرقا بين بيتين، الرمز الأول جاء في سما العلا في آخر البيت، والمتبقون من القراء جاءوا في البيت الذي يليه شذ الجزم، وجاء التقييد أيضا الجزم هناك. يقول يغفر مع يعذب اقرأ بالجزم سما العلا شذا. سما رمز من؟ نافع بن كثير وابو عمرو. والعلا رمز من؟ لا ها يعني هو موجود في اهل السماء حتى لو كان رمزا لا يضر، الالف رمز نافع ولكنه موجود في اهل السماء، فان تكرر الرمز فلا باس. ورب مكان كرر الحلف قبلها لما عارض والامر ليس مهولا. شذا رمز من؟ الشين حمز والكسر. خمس من القراء السبعة قرأوا في هذين اللفظين في هذين الفعلين بالجزم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طبعا من أضغم ومن أظهر مر بنا في باب حروف قربت مخارجها في الأصول هناك. يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا، نعم ورش قولا واحدا يعني. وبعدين قال وقالون ذو خلف، ما لا نعم نعم خلف ابن كثير غير معتمد كما قالوا هناك، أو خروج عن طريقه مر بنا هذا الكلام بالخلف جودا وموبلا. نعم فيغفر لمن يشاء، ومن قرأ يغفر لمن يشاء بالإنغام أبو عمرو بخلف عن الدور، يعني دوري له وجهاني والسوسي قولا واحدا. والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طال بالخلف يذبلا. صحيح. طيب عاصم وابن عامر قرأ بالرفع، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وهؤلاء الخمسة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. في ماذا؟ هذا لو أردنا أن نفصل بينهم ومع كل مع أصل كل واحد يحتاج إلى شغل، إلى شغل. نعم
هذا الجزم. قال الشارحها هنا قرأ ابن عامر وعاصم على الاستئناف فهو يغفر لمن يشاء فهو يغفر ويعذب، والذين قرأوا فيغفر ويعذب عطف على يحاسبكم به الله. فهنا نفس الشيء، الوقف غير سائغ وغير مستحسن في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إذا كنت تقرأ بالجزم فيغفر لمن يشاء ويعذب، لا تقف، أوصل يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أيوة جواب الشرط. ولو انقطع نفسك فقف عند فيغفر تفاؤلا أن الله يغفر لك إن شاء الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر، بعدين نرجع فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، نسأل الله أن يغفر لنا وألا يعذبنا برحمته وإحسانه. والتوحيد في وكتابه شريف، قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه. التوحيد في وكتابه شريف، فعلا شريف، لأن من قرأ شرف بهذه القراءة. الشين رمز من؟ حمزة والكسائي، قرأ بالتوحيد في قوله تعالى وكتبه، كتب جمع مفرده كتاب، فقرأ هكذا كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله وكتابه ورسله وباقي القراء وكتبه ورسله. ولأن هذه الكلمة لها شبيه جدا في سورة التحريم، آخر سورة التحريم، بل آخر آية فيها ألحق ذكرها هاهنا كما جرت عادته، فقال وفي التحريم جمع حما على، وفي سورة التحريم جمع وكتابه للمرموز لهم بحما على، وهما من؟ أبو عمرو وحفص. فأبو عمرو وحفص فقط قرأ بالجمع وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أبو عمرو وحفص. باقي القراء وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. يقول الشارح ها هنا وروينا في جزء المخزوم عن علي بن عاصم قال أخبرنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ وصدقت بكلمات ربها وكتبه ويقول الكتاب أكثر من الكتب. قال علي بن عاصم فسألت أهل العربية فقالوا الكتاب جماع الجميع، قلت كأنهم أشاروا إلى أن الكتاب مصدر، فجميع الكتب كتابه المشهورة وغير المشهورة. وجه قراءة من جمع في البقرة وأفرد في التحريم أنه نظر إلى من أسلد الفعل إلى من أسند الفعل إليه في الموضعين، والله تعالى أعلم. وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبي مني وإني معا حلا، هذا آخر بيت من أحكام سورة البقرة، من أحكام سورة البقرة. وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبي مني وإني معا حلا. طبعا الإمام الشاطبي والأئمة في القراءات يعني في الفروش يذكرون السور بأسمائها فيذكرون أحكامها، يقول سورة البقرة وما يخدعون الفتح من قبل ساكن
قل سورة آل عمران وإذ جاءك التوراة ما رد حسنه. وكان لي تسجيل صوتي في شاطبية اليوم والله أنا أطالع كذا هو قليل ما أفعل اليوم أطالع سمعت الصوت التسجيلي فيه في الشاطبية. كم سنة كان يا شيخ؟ والله من زمان لعلها أكثر من 10 سنوات أو النظم موجود إيه. وبعدين قرأت بعض التعليقات أكثر وهو شيء طيب دعاء وكذا يعني. ولكن واحد قال حسبي الله بكم, هو حتى قال بكم ما أدري منين جاب كلمة حسبي الله بكم, القرآن بعد كلام الله. كأنه لما سمع سورة البقرة سورة آل عمران وبعدين هذا الذي يقرأ أيضا يتنغم كأنه نغمة قرآن فزعل قال حسبي الله بكم القرآن بعد كلام الله. بعدين ما أحد رد عليه أحد قال له شيء لا أدري. فقلت والله لعله كان من الأنسب أن نقول السورة التي يذكر فيها أحكام سورة البقرة كان أحسن. لأنك أنت واضح سورة البقرة هكذا هكذا قال, ما قال أحكام سورة البقرة أحكام سورة كذا. ماذا نفعل يعني؟ لعله هو هو على كل حال دعا علينا ولكن الله إن شاء الله لا يستجيب يعني. كان يقول السورة التي يذكر فيها البقرة من ناحية سورة البقرة يعني ما عايز سورة أن تنسب إلى البقرة يعني. استجابوا لأحدكم ما لم يدعو بإذن وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبمني وإني معا حلا. شوفوا يا مشايخ جرت عادة الإمام الناظمي الشاطبي رحمه الله أنه يذكر بعد كل بعد انتهاء كل سورة ما ورد فيها من ياءات الإضافة. ياءات الإضافة طبعا باب بوب له باب أظن كم 49 بيت أظن كأنه 49 بيت. ارجعوا إلى باب ياءات الإضافة كم بيت هو يعني باب كبير طويل. ذكر في هذا الباب أحكام أحكام ياءات الإضافة 33 بيت 33 أحكام ياءات الإضافة ذكرها هناك مجملة أحكامها من قرأ بفتح. والاختلاف في ياءات الإضافة فتح الياء وإسكانها. إني أخاف إني أخاف إني أريد إني أريد إني أعلم إني أعلم يدور خلاف القراء بين فتح الياء وإسكانها. والاختلاف وقع في 110 ياء. قال وفي 110 منيفة وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا. ثم تطوع الإمام رحمه الله فذكر لك بعد كل سورة كم ورد فيها من ياءات الإضافة. فذكر في سورة البقرة بعد أن انتهى من أحكامها قال وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها. مضافات ياءات الإضافة في سورة البقرة بيتي في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. الآن نستطيع أن نسأل من فتح من أسكنه وعم علن وجهي مش وعم علن بيتي وعم علن وجهي وبيتي بنوح عن لون وسواه عد أصلا ليحفلا. يعني حفص ونافع وهشام عن ابن عامر هم الذين فتحوا الياء
بيتي للطائفين، وباقي القراء أسكنها بيتي للطائفين والعاكفين. وعهدي في قوله تعالى قال لا ينال عهدي الظالمين. الذين أسكنوا من؟ حمزة وحفص. قال لا ينال عهدي الظالمين، وباقي القراء عهدي الظالمين. فاذكروني أذكركم. دواء مين؟ دواء للزكام ولا الدال رمز ابن كثير، وفعلا هو قال دا، قال فاذكروني دواؤها. ذروني وادعوني، اذكروني فتحها دواء. فاذكروني أذكركم لابن كثير، وباقي القراء فاذكروني أذكركم. وربي، فين ربي في سورة البقرة؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. إسكانها لمن؟ حمزة فقط. ربي الذي يحيي ويميت، وباقي القراء ربي الذي يحيي ويميت. وبي وين؟ وربي الذي لا هذه عدها، لا أحكامها، فإسكانها فاشل، ولكن لما عدها قال رب الذي آتاني. وبي فين؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ورشد وحده، ومع تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاء مني، فتقبل مني إنك أنت السميع. لا إلا من اغترف، فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي. فتحها عند من؟ نافع وأبو عمرو بس. نعم، لا مني إلا من اغترف. وإني معا، إذا قال لك معا يعني موضعا، إني وردت في موضعين، إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم غيب السماوات. فتحها لأهل سما طبعا، نافع ابن كثير وأبو عمرو. وإني معا حلا، حلت هذه الآيات. وكم يا إضافة في سورة البقرة؟ 8 آيات ولا لا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 إني مرت موضعين، إني موضعين، نعم هي 8 آيات. وقد عرفت من أسكن ومن فتح، والله تعالى أعلم. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. يقول الشارح هنا أثبت هذه الياءات فلان وفلان إلى أن قال وقد كنت قد طلب مني، يقول أبو شامة، وقد كنت قد طلب مني نظم الزوائد في أواخر السور تبعا لياءات الإضافة، ففعلت ذلك في نجف 20 بيتا سيأتي ذكرها مفرقة في أواخر السور التي تكون فيها. وقلت في آخر سورة البقرة بيتا ابتدأته بعد ياءات الإضافة المنظومة، وهو فتلك ثمان يعني ياءات الإضافة ثمان، فتلك ثمان والزوائد واتقوني من قبلها الداعي دعاني قد انجلى. فتلك ثمان والزوائد واتقوني من قبلها الداعي دعاني قد انجلى. مشت؟ حلو. فتلك ثمان ياءات الإضافة، والزوائد التي في سورة البقرة، واتقوني يا أولي الألباب، من قبلها الداعي ودعاني، في قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وطبعا من أثبت ياءات الزوائد
اختلاف القراء فيها الإثبات والحذف. فمن أثبت واتقوني أبو عمرو وحده. نعم دليلها وتخزوني فيها حج أشركتموني قد هداني اتقوني يا أولي اخشوني معولا. نعم أما دعاني ومع دعوة الداعي دعاني حلا جنا. أبو عمرو وورش قرأ بالإثبات يجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. قال وليس لقانون عن الغر سبلا وإن ذكر عن قانون في بعض لكنها ليست ثابتة عن قانون. هذا والله نعم لقانون برضو ولكن هل يقرأ به؟ ما الشاطبي ذكر أيضا أن فيها وجهين ولكن قال يعني لا 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 تأخذ ليست لا لا ليست مأخوذة لا لا مهطعين إلى الداعي غير يختلف مهطعين إلى الداعي هذا لأهل شمال هنا خاصة بقوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عندك أبو هذا الكتاب أعطني إياه جب جب موجود الوافي نفسه في شرحها خلينا نقول نشوف ماذا يقول عنها. اللهم صل على النبي سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم ومع دعوة الداعي دعاني حلجنا وليس لقالون عن القرآن. والمعنى أن هذين الياءين لم يثبتا لقالون عن النقلة المشهورين والرواة المعروفين بطرق الأداء الخبيرين بتحمل الأحرف في القرآن. ويؤخذ من هذا بالطريق المفهوم أن الياءين ثبتا لقالون عن رواة غير مشهورين فحينئذ يكون لقالون في هذين الياءين الحذف والإثبات والأصح الحذف. وهذا ما رمز إليه وما أشار إليه الإمام الشاطبي ولم يزد عبد الشيخ عبد الفتاح القاضي إلا هذا يعني عن الغر وليس لقانون عن الغر سبلا يعني عن الغر اليمين المشهورين المؤيدين في روايتهم لم تثبت عنهم وثبتت بآخرين يعني والله تعالى لا الأصح ألا تقرأ يعني. فتلك ثمان والزوائد واتقوني من قبلها الداعي دعاني قد انجلى. كتبتم على الهامش ولا ما كتبتم؟ الشيخ حسين دائما يحب أن يثبت ولكن ما أدري لما لم يثبت هذا. اكتب جنب ياءات الإضافة على أساس أنه يعني تثبت عندك ياءات الزوائد أيضا. فتلك ثمان والزوائد واتقوني من قبلها الداعي دعاني قد انجلى. فتلك ثمان أي آت الإضافة والزوائد واتقوني من قبلها الداعي دعاني قد انجلى والله تعالى أعلم. أما الآية فهي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أسأل الله أن يفقهني وإياكم ويبصرني وإياكم بما خلقنا له. الحقيقة إخوتي الكرام أننا لم نخلق لهذه الدنيا الفانية وإنما خلقنا للآخرة الباقية وإنما نحن قوم عابرون وإلى الله راجعون. والرجوع إنما يطلق على الرجوع والإتيان إلى المكان الأصلي. فكما تقول في اللغة العامة ذهبت إلى العمل ورجعت إلى البيت.
إلى المسجد ورجعت إلى البيت، لأن سكناك ومأواك ومستقرك الثابت الدائم هو بيتك. فكذلك يعبر القرآن دائما السفر إلى الآخرة بالرجوع. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إلى الله مرجعكم وإليه ترجعون. فليفكر كل واحد منا كيف يكون رجوعه إلى ربه جل جلاله، وماذا أعد للقاء مولاه وسيده. يحكى عن بعض السلف الصالحين أنهم لما سمعوا هذه الآية قال إنا لله وإنا إليه راجعون، كأني لم أسمع بها إلا الآن. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا ذلك اليوم الذين ترجعون فيه إلى الله أو ترجعون فيه إلى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لا ظلم عند الله. ولكن هل يخرجك العدل من الله؟ إن لم يرحمك رب العالمين. اللهم عاملنا بلطفك وإحسانك ورحمتك ولا تعاملنا بعدلك، فإنك لو عاملتنا بعدلك نهلك. ولم يتعرض للعدل إلا أحمق، ذاك الرجل العابد القانت المنقطع إلى الله، عبد الله تعالى 500 عام في جزيرة نائية لا يقرب منه أحد ولا يرى أحدا، منشغل بذكر الله، ما أحسن حاله. وكان تنبت يعني، وكانت هناك هذه الجزيرة في البحر المالح، أخرج الله له عينا عذبا من الماء، وكانت هناك شجرة رمانة منها ويشرب من هذا الماء. 500 سنة وهو على هذه الحالة، فلما قربت وفاته أسأل الله أن يقبض وهو ساجد، ففعل به ذلك. فهذا العبد بهذا العمل العظيم، الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا لنأخذ منه العبرة، أنه يؤتى به يوم القيامة فيقول الله له عبدي اذهب فادخل الجنة برحمتي. فكأنه يستعظم ما كان عليه من العمل، وكأنه يعني أراد الله أن يخرج كان شيئا في قلبه ربما من الإعجاب بعمله. هو عمل صحيح ومقبول، ولكن كان فيه رؤية للنفس وأنها هي التي قامت، فأراد الله أن يظهر ذلك ويترك لنا درسا فيه. قال يا ربي بل بعملي، أنا أدخل الجنة بعملي، كيف برحمتك؟ يعني رحمتك تدخل واحد ما عبدك ولا يوم واحد حتى، لكن أنا عبدتك 500 سنة وأدخل الجنة برحمتك؟ لماذا؟ كأنه يقول يعني قلبي لعملي. هنا يقول العلماء إنه في هذه اللحظة عرض نفسه للعدل، لعدل الله. ومن يقوم لعدل الله؟ ومن مقتضى عدل الله أن النعم المجانية تحولت إلى ما إلى 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 قيمة، ذات قيمة. يعني النعم التي كانت عليه مجانا هو اعتد بالعمل. طيب أنا لي عليك نعم، وهذه النعم كانت مجانا، لا نريد مقابلها، وأنت لا تملك شيئا إلا عملك، فأنا أخذ مكان نعمي عملك، لأن هذا استحق. وأنا أنت عملتني، الله كأنه يقول أنت تريد أن تحاسبني بالعدل. طيب السمع والبصر والنعم هذه كلها كانت مجانا الآن تحولت إلى ذات قيمة، فأعطني مقابلها. ما عنده شيء. قال فقيس عمل عبدي 500 سنة مع نعمي، فأتي بنعمة البصر فوضعت في كفة، وعمله المقبول، انتبه، عمل مقبول وضع في كفة،
فرجحت نعمة البصر وطاشت الأعمال وبقي لنعمة البصر بواق تحتاج إلى 500 أخرى وأخرى. هنا انتفى عمل، انتهى عمله، عمله مقبول ولكن ذهب مقابل، ذهب مقابل نعمة بس، وين الحواس الأخرى؟ وين كذا؟ لا إله إلا الله. فلما انتفى عمله وانتهى أمر به إلى النار، فهنا لجأ إلى البكاء والاستغاثة، أي ربي، فأمر الله أن يرجعه، ارجعوه، ثم أوقفه هنا، قال له يا عبدي من خلقك أصلا وما كنت شيئا؟ أنت يا رب. من أعطاك السمع والبصر؟ أنت يا رب. وبعدين ذكره بالنعمة، نعمة العمل، بنعمتي. من قواك على هذا العمل؟ من وفقك؟ أنت يا رب. من الذي أخرج لك عينا عذبا من بين وسط ماء مالح؟ أنت يا ربي. من الذي أنبت لك الرمان كل يوم وإنما تنبت في السنة مرة؟ أنت يا ربي. أقره بنعمه عليه، ما قال له اذهب فادخل الجنة فنعم العبد كنت، فنعم العبد كنت. هذا هو كرم رب العالمين، وهذا هو أرحم الراحمين. الله، أيوة. وهنا نتذكر ونقف عند هذه الآية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا ربنا برحمتك وإحسانك ومنك وكرمك نسألك برحمتك، لا بعملنا ولا بشيء منا ولا نحن بشيء يا رب العالمين، إنما نلجأ إلى رحمتك وإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين، أن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم ألهمنا برحمتك الصواب، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم يسر لنا طاعتك تقرب إليك، واجعلنا في كل ذلك مخلصين لوجهك الكريم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، واصلح أحوال المسلمين، فرج هم المهمومين، افرج كرب المكروبين، والطف بنا فيما نزل من قضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بك منك وكرمك إن وقفنا بين يديك يوم القيامة، فاجعلنا من عبادك المرحومين، اجعلنا من عبادك المقربين. ربنا اجعلنا ممن تدخلهم الجنة من غير حساب ولا سبق عذاب يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، وصلى الله على النبي سيدنا محمد.